السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبائي في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد معرفية مواهب الرحمن في تفسير القرآن، هذا الإرث الكبير والسفر الخالد السيد السبزواري، محور حديثنا في أبعاد معرفية مع الدكتور صاحب نصار. فأهلا بكم وأهلا بك سيدي الكريم. مرحبا بكم. تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن للعالم الرباني والمفسر الروحاني المرجع الكبير السيد آية الله العظمى عبد الأعلى السبزواري. وهذا التفسير يعد من التفاسير الشاملة لجميع الآيات القرآنية وجامعاً للأبحاث الأدبية واللغوية والبلاغية والفقهية والكلامية بعبارات سهلة صافية وكلمات رائعة شيقة، جمع فيه المؤلف رضوان الله تعالى عليه بين المأثور وما اتفق عليه الجميع من التفسير. ويقع هذا التفسير في 30 مجلداً طبع منها لحد الآن 12 مجلداً فقط، وكان له الأثر الكبير في مئات الدراسات الأكاديمية والبحثية في العالم الإسلامي. بداية سماحة الأستاذ الدكتور عن حياة السيد السبزوار رضوان الله عليه باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو ولادة صادفة يوم عيد الغدير عام 1328، وكانت ولادة طاهرة حقيقة في الأيام المباركة عيد الولاية والولاء لحيدرة الكرار. هذا الرجل هو ينتمي إلى الإمام الكاظم نسبه، وهو السيد عبد الأعلى ابن سيد رضي الدين ابن علي رضا الموسوي. هذا الرجل درس بداية حياته، كانت البيئة مالته بيئة ثقافية علمية دينية، كان أبوه وجده وعمه وأخوه علماء. البيئة التي كان فيها هل تجد لها أثر في الكتاب في هذا المنهج التفسيري؟ بالفعل البيئة لها تأثر أكثر من الكتاب، وهي النشأة. كل الإنسان إذا تربى في نشأة وفي بيئة وفي محيط له تأثير. درسنا عنه في علم النفس. إلى أن صار عمره 20 عام انتقل إلى النجف الأشرف، درس في هذه المدينة وكان على يد علماء أعلام في الفقه. لاحظ وياي، في الفقه كان على يد، في الأصول كان على سيد عبد الحسن الأصفهاني وسيد محمد حسين الأصفهاني، هذا في الأصول. أما في الفقه فدرس كذلك عند العلماء أعلام، وفي الأثر عليه أكثر كان أستاذ في التفسير شيخ محمد جواد البلاغي. درس العرفان عند سيد علي القاضي، أعتقد سامع عنه بيقين هذا، ودرس الفلسفة على يد سيد حسين البادكوبي. لاحظوا يا دول اثنين أثروا عليه من ناحية الجانب العرفاني. كان يقول لك أدى عطاء أدى علوم، مثلا من جملة العلوم في أصول الفقه، أصول الفقه العلماء أسا وصلوا إلى قريب 20، لاحظوا يا 20 مجلد في أصول الفقه. هو سوى، قال هذا زايد، أهذب للأصول، هذب الأصول سوى مجلدين، كتب مهذب الأحكام. مهذب الأحكام كتاب استدلالي، يعني مو كل مسألة، حوالي 30 مجلد السيد، 30 مجلد في هذا الكتاب الاستدلالي مهذب الأحكام. استدلالي يعني شنو؟ يستدل من الكتاب أو من السنة. وحتى في مجال العرفاني أنه صارت عملية، سووا له عملية أحد الأيام، عملية ماكو مخدر، قال لهم شلون ما يصير؟ قال لهم اقرأ اشتغلوا وأنا أقرأ قرآن. أستاذنا الكريم، الآن ندخل في محورية هذه الموسوعة القرآنية التفسيرية، ولكن لابد أن نبدأ بالمنهجية التي اختطها لنفسه. نحن نتحدث عن مدارس إسلامية متعددة ولدينا مئات التصنيفات التفسيرية، أيهم كان أقرب إليه وكان واضحا في دلالته التفسيرية المنهجية؟ المنهج، لاحظ المنهج السيد السبزواري منهج متكامل. منهج السيد عبد الله على السبزواري منهج متكامل، استفاد من كل المناهج. لاحظ وياي، يعني سخر كل المناهج في خدمة شنو النص القرآني، يعني ما اتخذ منهجا واحدا.
لاحظوا يعني نعم. ايش سوى؟ اجى مثلا للمنهج الموضوعي، اخذ موضوعات وياي له، لاحظوا ياي اخذ المناهج الاخرى، منهج اللي يسموه احنا عندنا بالقران المنهج الروائي، يعني الروايات، هاي الروايات عند تفسير القران، من فسر القران برايه واصاب فقد شنو؟ اخطا. عندنا روايات، لكن انا اهم نقطه في التفسير ان يكون تفسيرا شنو؟ روائيا. نتحدث عن هذه الاراء الخاصه ولكن بعد ان نذهب الى فاصل. احبائي الاكارم انتظرونا بعد فاصل، نواصل الحديث عن مواهب الرحمن في تفسير القران. لدي ثلاثة كتب عن الإمام السبزواري. الكتاب الأول هو معجم المواهب، وفيه تتبعت دلالة الكلمة المفردة عند الإمام السبزواري في سياقاتها المختلفة المتعددة، وكيف أنه أضفى على كثير من معاني المفردات دلالات جديدة استقراها من النص القرآني وبعضها لم يسبق إليه أحد. والكتاب الثاني هو القافلة الإلهية، قراءة في الفكر الأخلاقي والعرفاني للإمام السبزواري، وفيها اتضح أو أثبت آراء الإمام السبزواري في أمور أخلاقية كثيرة، في فضائل كثيرة، وفي رذائل كثيرة في بابه الأول. وفي الباب الثاني أثبت فيه رؤية الإمام السبزواري للمسلك العرفاني، قواعده، أصوله، معالمه. والكتابان صدرا من مركز كربلاء التابع للعتبة الحسينية، وصدرا أيضا من دار الولاء لصناعة النشر. والكتاب الثالث هو لباب مواهب الرحمن، إذ استخلصت لباب تفسيره في أجزائه 14، والكتاب في 5 أجزاء يساوي حجمها 4 مجلدات من التفسير. قسمته 5 أجزاء، كل جزء لسورة من سور القرآن الكريم، باستثناء الجزء الأول الذي كان لسورتي الفاتحة والبقرة. أهلا بكم مرة أخرى أحبائي، نواصل الحديث عن مواهب الرحمن في تفسير القرآن. أهلا بكم وأهلا بك سماحة الأستاذ الدكتور. كما استمعنا في المداخلة أنه هناك احتناء خاص كما أشرت جنابك الكريم إلى اللغة عند السيد السبزواري واهتمامه به، حتى طلع كتاب خاص وهو المواهب، المصطلحات 600 في المنتقات من هذا. هل السيد كان يبحث عن علم لغة القرآن ويؤصل له ضمنيا؟ حاليا بالتفسير، حاليا درس احنا في الجامعات الإسلامية، حاليا بالتفسير يفصلون اللغة عن البلاغة والبيان. الخاصية لأن سيد عبد الأعلى أنه جمع، سماه الحديث الأدبي، يعني هذا يكون ركيزة، هذا ما يأتي من فراغ، وإنما هذا طبعا المفردات والألفاظ لم تأتي اعتباطا، وإنما تأتي من خلفية الإنسان الثقافية والعلمية، يعني اطلاعاتي صحيح، مو مهم الشهادة، يعني أنا عندي شهادة لكن ما عندي ثقافة علمية أو خلفية ثقافية لإعطاء مفردات أو ألفاظ. لاحظوا وياي، لذلك كان عطاء السيد في موسوعته، أنا سميها موسوعة مو تفسير، لأنه حوت عدة علوم ومعارف، عرفان، نعم، فقه، عند رأي بالفقه، إن شاء الله نوصل له بالأخير، خلينا نشوف هالألفاظ. لذلك كان جالب حتى يجي هاي المفردة حيث هاي تجي هاي حيث، يقول هاي حيث لها خاصية أخرى ما موجودة في باقي الكتب السماوية. لاحظوا وياي، يقول هاي ما لها، هاي كعملية رابط، لاحظوا وياي، يحللها. لذلك كان يعتني بالألفاظ، ويا لولا كان يعتني بالألفاظ، وله كم هائل من المفردات اللغوية والبلاغية والأدبية، لذلك مما أعطى نكهة خاصة لتفسيري. من ضمن هذه النكهات المهمة والغريبة أنه هو اهتمامه بعلم الدلالة، بالفعل. و
يتناغم ربما بطرف خفي إلى ما رآه دوسوسير أو ما من قبله أو من بعده، ولكن الرجل كان علم الإشارة لديه علم مكتنز واضح المعالم، لم يأتي احتباطا. يعني لاحظت في الشيء جميل عنده، يعني لما يجي مثلا يحلل آيات الثواب والعقاب يقول الله سبحانه وتعالى لما أريد أن يعني يعطي آيات للعقاب ما يخليها فقط للعقاب، رأسا يدمجها مع من؟ مع الثواب، حتى لا يترك العبد في دومة، يعني في دوامة من الخوف والألم. والعكس كذلك، لاحظ وياي هاي معلومة جدا، لا يؤيسه من روح الله عافية. ولا كذلك حتى يخليه انه يؤمن انه انا، حتى ليس عنده نوع من العجب بالنفس. لاحظوا هاي معلومة مهمة جدا. نعم هاي خاصية، هاي من برزها؟ برزها السيد الوحيد، هو اللي برزها في هذا المجال. هاي ناحية. النقطة الأخرى لاحظوا وياي، برز في الجانب على مستوى، مو على مستوى القرآن، وإنما على مستوى الكتب السماوية الأخرى. الكتب السماوية الغاية مالتها شنو هي؟ غاية غايتها أول جانب الإيمان، لاحظوا وياي هاي مسألة مهمة، وجانب العقيدة هاي واحدة، جانب الإيمان والفكر، بعدين يجيك الجانب الآخر الأخلاقي، بعدين يجيك الجانب العبادي. كل الديانات السماوية، كل الديانات السماوية الهدف الأساسي لها أولا أن يكون الجانب الإيماني. شنو قيمة الرسول والنبي إذا لم يكن هناك شنو إيمان بمن؟ بالله. الجانب الآخر ويا جانب الأخلاقي. لذلك الرواية الواردة عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. شنو عدى إيمان وهو أخلاقه؟ مو صحيح؟ إنكم لن تسعوا، الإمام الصادق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، فكونوا حسن الأخلاق بسط الوجه. لاحظوا أكو ترابط بين الجانب العقدي الإيماني الفكري. لاحظوا ياي، أكد على هاي الملاحظة، أرجو أنه من الأخ المشاهد أن يبتدي على هذا الشيء. الجانب العقائدي الإيماني الفكري مهم جدا. أنا ما أهتم بالجانب العبادي والعملي، هذا يجي رأسا. أنا دخل أرسخ هذا الجانب ويجي الجانب الآخر اللي هو جانب منه الأخلاقي، اللي هو تهذيب الذات والنفس الإنسانية وتقويم السلوك والتصرف. يساع هو الإنسان إذا أنا وثقته وربيته تربية خاصة عقائدية ويعرف أنه يقف لمن، لاحظوا وياي، يكون نتاج العبادية. لذلك ركز عليها كذلك السبزواري في هذا الجانب. في الجانب الفقهي أين تجد جانب المعيته؟ الجانب الفقهي مولاي هذا فالشيء رائع جدا، وراح أقول لك فالشيء راح يصير يساعد الأخ المشاهد وعد طلاب العلوم الإسلامية. كل العلماء ابدقوا يا كل العلماء من أيام بعد الرسول ولحد الآن يقولون على أن آيات الأحكام هاي مهمة جدا، أهم شيء في لقائنا هذا آيات الأحكام الشرعية. آيات الأحكام الشرعية يعني مال الصلاة شنو؟ ولله على الناس حج البيت، كتب عليك هاي آيات أحكام شرعية، كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. لاحظوا ياه هاي كلها آيات أحكام شرعية. شو يقولون؟ يقولوا 500 آية في القرآن. لاحظوا ياه 500 آية. أقول لا بخلوا، لا يقول مع المتكرر، يعني 300 آية. هو إيش قال بالعبارة مالته في الجزء الأول صفحة 4، الجزء الأول صفحة 4 شو يقول؟ يقول القرآن كله أحكام، ولكن من يحدده هو المحدد. روعة. لاحظوا ياه القارئ المتلقي القارئ المتلقي هو اللي يحدد تحديد له فكرة، لكن القرآن كله أحكام. بالفعل احنا لذلك أكو احنا أحكام يجب أن نحددها، ما نقول أحكام إذا أكو آيات كتب احنا موجودة كتب آيات الأحكام يجب أن نحددها. أكو أحكام عقائدية وأكو أحكام أخلاقية وأكو أحكام شرعية. وش قال؟ قال القرآن كله أحكام. سمحت الأستاذ الدكتور، نذهب إلى فاصل لنستمع إلى مداخلة. أحبائي الأكارم ابقوا معنا مع هذه المداخلة لأحد الباحثين حول مواهب الرحمن في تفسير القرآن. الذي يميز تفسير الإمام السبزواري هو أنه في كل منحى من مناحي التفسير يفيض روحانية وعرفانا وذوقا، وهذا لا يعني أن تفسيره كان على المنهج العرفاني،
ولكن كانت الروح العرفانية حاضرة بين سطور التفسير المبارك. الإمام السبزواري عقلية لغوية ممتازة متفردة، هي بحق مفخرة من مفاخر الحوزة العلمية الشريفة. أهلا بكم مرة أخرى أحبائي، نواصل الحديث عن مواهب الرحمن في تفسير القرآن. أهلا بك سيدي الكريم مرة أخرى. نتحدث كما طرح الأخ الباحث أنه رغم الاطلاع الكبير للسيد السبزواري على آراء المفسرين كل المذاهب الإسلامية، ولكنه كان شحيحا في طرح رواياتهم، ما السبب؟ لن نقول شحيحا، وإنما نقول له رؤية خاصة. ما هي هذه الرؤية؟ الرؤية الخاصة اللي أتت من خلفيته العلمية الثقافية الدينية والرؤية العرفانية. لاحظوا يا الجانب العرفاني عند الإنسان يعطيه بعدا آخر. سيدي حينما نتحدث عن نص قرآني، السيد السبزواري يراه من جانبه العرفاني فيملي ما يريد تفسيرا، أو يرتكز على الجانب ما قيل من تناصات وتفاعلات سابقة واقتباسات لمفسرين سابقين حتى يكون هناك توازن بين ما طرحه الآخرون وما يطرحه. يجمع مو بس المفسرين، حتى للعلماء، لعلماء اللغة الدلالة مثل ما تفضلت. علماء الدلالة لما يأخذ هاي الصورة أو يأخذها من علماء اللغة والبلاغة، لاحظوا يا والجانب الأدبي والجانب، يسخر كل العلوم وكل المعارف في سبيل خدمة شنو؟ النص القرآني. خدمة النص القرآني. أنا أستحضر أستاذي يقين في اليوم يريد لك كلمات في اللقاء عنه، وهو الدكتور محمود البستاني أدى التفسير البنائي، رؤية خاصة، يقول هذا القرآن أستاذي وجب أن نذكر هذا الرجل، هو جزء من سيد عبد العزيز رحمة الله على روح الطه، رحمة الله على روح الطهر. هذا الرجل كذلك عرفاني رحمة الله على روحه، ودرس في جامعة القادسية دكتورة أقضوا، يقول القرآن عندما نخرج البسملة منه من السور يكون وحدة موضوعية، بناء يسمى التفسير البنائي، بناء متكامل. كل إنسان شنو خلفيته يكون النظرة خاصة. لاحظوا يا يعني أنا أنظر إلى الكتاب بصورة أخرى، حضرتك تنظر بصورة أخرى، صح لو لا؟ آخرين كل واحد شنو الخلفية مالته المعرفية، ها تكون نظرة. السيد عبد الأعلى سخر كل العلوم والمعارف والرؤى الأخرى، سخر مع العلم ما شنو أضاف لها وشنو معلوماته وعلميته الخاصة في هذا الجانب، لاستنطاق النص القرآني. ولكن هو خالف لربما مشهور العلماء المفسرين بأنه لم يتطرق إلى أسباب نزول الآيات. إحنا نزول مو بس هو، يعني أنا قبل المشهور اللي قبل لحظة كان يتكلم أنا عن سيد محمد، السيد محمد كان كذلك، سيد محمد الصدر. هم كذلك، ما كان أسباب النزول مهم جدا، صح لو لا؟ لكن هو شنو، أكو عندنا نص قانوني أصولي، شو يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. يعني أنا من صارت قضية واقعة في أيام الرسول، لاحظوا ياي هاي القضية نزلت آية في حقها، ما راح تبقى في هذه خصوص هذه الآية، تكون عامة إلى أن يرث الله إلى يوم يبعثون. يعني العبرة، شوف النص كلش حلو، يعني يريد له حفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نزلت بواقع، مثل واحد أجد قال 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 صار عصب ويا زوجته، يعني نزلت الآية أنت علي كظهر أمي، يقول زوجته، هذا يسموه الظهار. نزلت آية بحقه ويا لولا هاي الآية، نعم. بحقه صح، نزلت بحقه، ولكن شنو استفاد منها بيمن في مجالات أخرى؟ يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سيدي الكريم، إذا أردنا أن نجمل هذه الأوراق لدى السيد السبزواري، هل هناك حملة يساهمون الآن في عملية استنطاق النص التفسيري لديه، وخاصة أن الرجل كما أشرت مرارا وتكرارا إلى أنه الجنبة العرفانية، والجنبة العرفانية ربما في بعض الأحيان تكون مخالفة للمشهور التفسيري. هذه الدلالات العرفانية تجمع في كتاب مستقل بأي عنوان آخر؟ هو هم قال، أنا قبل فترة أقرأ في المواهب الرحمن، قال هاي العبارة، قال أنا ما خليت أرسخ الجانب العرفاني، عبارة رائعة، يعني هذا الرجل يعني حتى يستنظر
أو ينتظر القارئ، قال أنا ما أقدر أتعمق بالجانب العرفاني، لأنه أكو ناس ما تعرف قيمة شنو الجانب العرفاني الروحاني النفسي. لاحظوا يا أكو ناس عليها بيما باوع بظاهر العبارة بظاهر النص. كان عندي ورقة أنه الصورة الرؤية الفقهية عند السيد، كان بحثي بالمؤتمر الرؤية الفقهية، كان صور. بس المشكلة يعني أطرحها الآن، هسه تنبهوا لها أخي، هسه قاعد يعقد مؤتمر. المشكلة تعقد المؤتمرات بعد وفاة الشخص، يجب أن يكون التكريم أثناء حياته. هسه انتبهوا أكو ساعة مؤتمر قبل بعد أيام إن شاء الله، مؤتمر عالمي تشترك به إيران ولبنان والعراق حول سيد مهدي الخرسان. نعم. هذا الرجل العظيم في الجانب الحديثي هو موجود على قيدها، ولكن تعبان تلكي. الرجل وهذا الذي كان في يوم ما عميد كلية الفقه في، لا لا في التسعين، لا لا مو هو سيد هادي فياض كان عميد كلية الفقه، هذا السيد مهدي ما دخل بالجانب الأكاديمي، فقط على الجانب الحوزوي، واختص بالجانب الروائي الحديثي، اختص هذا الرجل الله يطيب في عمره إن شاء الله، اللهم آمين، وعطاءه مستمر إن شاء الله. البحوث بالفعل كانت بحوث قيمة جدا، وطبعت كانت طبعت يعني في موسوعة خاصة في هذا المجال، ودرس هذا الرجل. بقى احنا عندنا على الرؤية الخاصة لتفسير مواهب الرحمن، يبقى هو يطغي عليه الجانب العرفاني، والجانب العرفاني له تأثير نفسي حتى في عطاء الإنسان. حتى يسمعوني سأل الإخوان أنه كل ما الإنسان يتوجه إلى الله يسدد من قبل الله، يعلم أو لا، صورة مباشرة أو غير مباشرة. لذلك كان السيد عبد الأعلى رحمة الله عليه وقدس الله سره، كان عطاءه شنو؟ قطع عطاءه روحي عرفاني رباني، لذلك امتاز بهذا الأثر العظيم، وهو الموسوعة التفسيرية، وكذلك موسوعة الفقهية. لاحظوا وياي مهذب الأحكام. أستاذنا الدكتور، أنا حقيقة الحديث جميل معك حول هذه المعية الفكرية التفسيرية، لكن انتهى وقت البرنامج، نأمل أن نلقاك في برامج أخرى إن شاء الله. الله يحفظكم ولا رحمة الله. شكرا لكم، وشكر موصول لكم أحبائي، نأمل أن نلقاكم في أبعاد معرفية أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.